زقورة أور أو مدينة أور، وهي عاصمة الحضارة السومرية. تأسست 3800 قبل الميلاد. اشتهر أهل السومريون في استخدام أول مبادئ الري والزراعة وأيضا المعادن. هجرت عام 500 قبل الميلاد، وكانت عاصمة في عام 2100. تبعد تقريبا بما يقارب 40 كيلومتر عن غرب الناصرية. من جنوب القلب الناصرية، يعني محافظة ذيقار، مدينة الفن والأدب والشعر والسياسة. من نقول الناصرية يعني حضر أبو عزيز ناصر حكيم داخل حسن، يعني حسين نعمة طالب القرغلي كاظم الركابي زامل سعيد فتاح وعريان سيد خلف، وما ننسى أول رئيس وزراء عراقي هو عبد المحسن السعدون. الناصرية، الناصرية يعني الطيبة، يعني الطيبة مال أهلنا مال قبل، يعني الناس اللي تخبل، يعني الكرم، يعني الضيافة، يعني الناس اللي تخبل. وللناصرية، للناصرية بيدي شربك ماي باثنين يدي. Hi sir, how are you? Yeah, fine. Good? Yeah. What's your name? My name is Life. What do you do here? What's your job? My job is antiquities guard. Okay. تفضل ترجم حجي. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. كيف حالك؟ انا بخير والحمد لله. ما اسمك؟ اسمي ضايف. ماذا تعمل هنا؟ حارس للاثار. مرحبا مرحبا. انا ترجم عربي خلاص. لا اي لا وسط الصوره هيدي. اوكي. زين استاذ ضايف، احنا هسه الان في الزقوره. نعم. تمام. تقدر تحكي لنا شويه عنها؟ نعم. زقورة أور انبنت متأخرة، يعني إذا تقيسها هو سكن السومريين بالمدينة يعود إلى أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد، بينما زقورة أور 2113 قبل الميلاد. بنوها ملكين، أول ملك بدأ بناء زقورة هو الملك أورنمو لفترة حكمه تقدر 17 سنة 2113 إلى 2096 قبل الميلاد، وأكمل البناء ابنه الملك شولجي لفترة حكمه تقدر 47 سنة 2095 إلى 2048 قبل الميلاد. والغرض من بناء الزقورة هو للعبادة، لعبادة إله القمر اللي السومريين يطلقون على الإله ننا، أحيانا ننار البابليين يسموه سين. اسمها المحلي أكو اسم ثاني للزقورة أور، اسم محلي، وبعدين اشتهر على مستوى عالمي هو المقير، لأن المادة الرابطة بين الطابوق بالبناء الأصلي مادة القير. هاي الزقورة بها ميزتين. الميزة الأولى كل زاوية من زوايا الزقورة تشير إلى أحد الاتجاهات، يعني زواياها متجهة بالضبط على الجهات الأربعة: شرق، غرب، شمال، جنوب. والميزة الثانية ميل جدرانها الأربعة نحو الداخل، أو ما يسمى الصبط أو البناء الهرمي. ليش؟ هذا الميلان بجدار راح يؤدي إلى خدعة نظر للمشاهد بأنها تبدو أكثر ارتفاع من المقرر. يعني هو هي المنطقة المرتفعة هناك المكان. المعبد العلوي هو الغرفة الأعلى الزقورة، هي المعبد، هي الوحيدة الغرفة المجوفة، وهذا بناء صلد، بناء مرصوص داخلها طين ولبن ومغلفة من الخارج بالآجر. صار لها 7000 سنة. صار لها أكثر من 4000 سنة. طبعاً. شفتوا الإنجليزي؟ شفتوا؟ حيدر ترى عندي شهادتي. هاي الثقافة. لا هاي الثقافة يعني. Exactly. هاي دليل الآثار السومرية، وهاي دليل الحضارة والثقافة السومرية. 7000 سنة. شخص مثل عمنا عم ضايف يملك هذه الثقافة، هذه الخلفية باللغات.